وقد يطلق على الملائكة بأنهم جنة، وهذا على أحد قولي المفسرين في قوله تعالى ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، وإلا فهناك قول آخر أنهم هم الجن، وإنما سموا جنة باعتبار أنهم مستترون مختفون عن الأنظار. ومما يدل على أن هناك فرقا بين الملائكة والجن قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن.